الأموال التي أرسلت للاجئين السوريين في البنوك اللبنانية تم يعني اقتطاع قسم كبير منها، سرقتها يعني. تسلم لي. الأموال اللي عم تجي مباشر للسوري مش من خلال الدولة اللبنانية، هي كان قديمة. لا لا لا، تحقيق لرويترز معالي الوزير. خليني فوت نظرك. تفضل. الدولة اللبنانية صرفت على النازحين لحد هلق ما يزيد عن 40 مليار. كل شيء دخلها من الأمم المتحدة 12 مليار. نحن عندنا كل سنة 2.6 مليار مصاريف على النازحين السوريين. أرجوك لا تظلمنا كثير. كم دفعتم على اللاجئين السوريين أنتم الدولة اللبنانية؟ كم؟ فوق 40 مليار خلال 13 سنة. يعني من جيبكم، من جيب الدولة اللبنانية، دفعتم 40 مليار دولار للسوريين؟ من أموال المودعين اللي انصرفت. هذا الرقم من أين أتيت به معالي الوزير؟ هذا رقم موثق يزيد عن ذلك خلال 13 سنة. يعني السوريين بخسارة والله هيك موجودين في لبنان.